يقول الدكتور عبد العزيز ديوب المعارض السوري والقيادي البعثي السابق إنه بعد رفض أبناء عائلة سنقر وكلاء مرسيدس شراكة حوت الاقتصاد السوري رامي مخلوف طردوا خارج سوريا، ثم حصل رامي على وكالة لبيع سيارات الليكزس والأودي، وحين ذاك تحول الجميع إلى هذين النوعين من السيارات، فاستبدل القصر الجمهوري والقيادة القطرية والوزراء والمديرون المرسيدس بالأودي والليكزس، وهو ما علم به وكان شاهدا عليه عامة الناس في سوريا. الحادثة الأشهر في تاريخ مجلس الشعب السوري هي مواجهة عضوين بارزين كانا قد عانيا سطوة مخلوف والاحتكار الذي مارسه في سوريا، إنهما مأمون الحمصي ورياض سيف. قال رياض سيف لوسائل الإعلام إن تجربته السياسية كانت محبطة جدا خلافا لسيرته الصناعية الناجحة، وإنه بعد سنتين من خوضه غمار السياسة فقد ابنه في ظروف غامضة سنة 96، وفي سنة 99 باع ما بقي من أصول شركته وأفلس، وفي السنة الأولى من الألفية الجديدة سجن 5 سنوات، وفي سنة 2007 دخل السجن مرة أخرى وبقي هناك 30 شهرا. كان ابنه هو بالسجن، كان ابنه عم يسوق جيتسكي بالبحر بالشط تبع الميرديان اللاذقيه، فبعت له حدا غطاس او هيك شيء او سباح وهو عم يسوق جيتسكي نزله وقتل في البحر، وقيل انه غرق، وكان سباح ماهر يعني اللي بيطلع على الجيتسكي بيكون سباح يعني ما بيعرف يسبح، يا ما حابب جرى يطلع جيتسكي بالبحر الا يكون سباح حقيقي. رياض الذي توجه الى العمل السياسي سنة 94 اصبح عضوا مستقلا في مجلس الشعب لدورتين، وهو من ناشطي المنتديات السياسية في ايام ربيع دمشق. وفي السنة الاولى من الألفية الثالثة فتح ملف الهاتف النقال في مجلس الشعب كاشفاً أن سيطرة رامي مخلوف على هذا القطاع تضيع على خزينة الدولة ما يعادل 7 مليارات، وهو ما دفع به إلى مصير قاسي. حط بالسجن 3 سنوات بعد ما شالوا عنه الحصانة البرلمانية، وحطوا بالسجن 3 سنوات، وما اكتفوا أنه حطوا بالسجن، يعني رامي قد ما هو حاقد وقذر ولئيم ما اكتفى انه هذا الحق بالسجن، حتى صار معه سرطان بالسجن، يعني مره عم بحكي معه قال لي سرطان صار معي بالسجن، طلع مسرطن حتى الان معه سرطان. لم تقتصر سيطرة رامي مخلوف على شركة الهاتف النقال سيرياتيل وشركة STS واللتين يجني منهما اموالا لا تحصى، بل فرض نفوذه على كبرى الشركات القابضة في سوريا، وهي شركة شام القابضة والتي لديها كثير من المشاريع ومنها فندق دمشق وشركة لؤلؤة للطيران. هذا النشاط يجري في إطار قانوني، يعني يجري هذا النشاط الاقتصادي في إطار تم دراسته مسبقا وفي عقد شراكات اقتصادية وفي إطار أيضا حتى جهز للظهور لوسائل الإعلام أننا نحن نعمل ضمن دولة مؤسسات، لكن هذا الأمر حقيقة الأمر لم يكن دقيق 100%. هناك عشرات التجاوزات، هناك عشرات قضايا الفساد التي وقعت مثل بناء طرق ومد جسور تم توقيعها ولم تنفذ، وهناك عدد من الشخصيات الضباط المتورطين بها، هناك شركات أيضا تم توقيع معها لعقد لمد الجسور في سوريا عن طريق شركة هاني مخلوف لم تنفذ هذه لا الطرق ولا المواصلات، وتتراكم هذه القضايا الفساد. هناك أيضا شركات تم تحويل كثير من الأموال على شكل عقارات وأصول مالية إلى دول خارج سوريا.